انضم معنا من جدة استشاري أمراض المعدية الدكتور غسان يوسف ولي. أهلا بك دكتور غسان معنا في عين الخامسة. بداية دكتور خلنا نتحدث بداية عن الإصابات بشكل عام، يعني مر أسبوع بعد العودة إلى الحياة الطبيعية، كيف تقيم الآن أعداد الإصابات بهذا المرض؟ تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير. مساء النور. عدد الحالات حاليا يتراوح زي ما ذكرت بين 3000 وبين 4000 حالة، فهو عدد مستقر. أعتقد البيك أو القمة تم الوصول إليها قبل فترة، حيث لامست الحالات حوالي 5000 حالة، والآن انخفضت بعد كده حالات، والآن في مرحلة استقرار، يعني باللغة العلمية يسمى بلاتو أو بقاء الحالات على ليفل أو مستوى واحد، فهذا أمر جيد. طبعا الأمر الكويس كمان هو زيادة حالات التعافي وعدم الزيادة في حالات الوفاة. دائما حالات الوفاة والحالات الحرجة تعكس مدى السيطرة على المرض، وهذه لم يتم الزيادة فيها بشكل كبير، وهذا برضو أمر إيجابي. يعني أنتم دائما تقيمون حالات الحرجة وحالات الوفاة في في أعداد الإصابات دكتور ولا لا؟ يعني أنا أقول لك ليش، لأنه مثلا عدة دول، مثلا خلينا نأخذ أمريكا، يقولوا أنه عز الحالات في ازدياد بسبب زيادة التحاليل أو التستينج. طبعا يمكن دحض هذه المقولة إذا نظرنا إلى عدد الحالات الحرجة وحالات التنويم في المستشفيات. فإذا استمرت حالات التنويم في المستشفيات والحالات الحرجة في الزيادة، معناته أن هذه الزيادة حقيقية. أما إذا ثبتت أو لم تزد، فمعناته لا، فعلا هناك انخفاض في الحالات. فدائما نعتمد على هذا العامل أو هذا المؤشر. يعني كما تحدث أن حالات الحرجة تتراوح ما بين 2000 إلى 2500، نعم، حالة، وجميعها مستقرة كما تحدث المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. صحيح. تعتبر هذه الأرقام طبيعية، وتتوقع أن يكون بإذن الله مستقبلا أن يكون في انخفاض في هذه الحالات دكتور؟ والله أتوقع إن شاء الله. طبعا نحن نكرر هذه المقولة دائما، يمكن بعض الناس يطفشوا منها، لكن نصر ونكرر على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، لأنه حاليا ما عندنا أي تطعيم أو لقاح، لا يوجد حاليا إلا هذه الاحترازات الاجتماعية لتخفيف المرض. ماذا ما التزم بها الناس انخفضت الحالات، وأعتقد الزيادة اللي ظهرت في بعض مدن المملكة الآن سببها التجمعات، سواء تجمعات في أفراح أو في مجالس عزاء، هذه اللي تؤدي إلى انتشار الكثيف وترفع من عدد الحالات في بعض المدن. أعتقد هذا السبب اللي شاهدنا بعض المدن تشهد زيادة في الحالات. فهذه أمرها بسيط، يجب على الناس السيطرة على الأمور، البعد عن أي تجمعات، بالذات كبار السن. يعني إحنا نؤكد أن كبار السن وضعيفي المناعة لا، يعني ابتعدوا تماما عن هذه التجمعات، لأنه ممكن يتم عدوتهم من شخص غير مصاب بأي أعراض، كما شاهدنا في التقرير اليومي. هناك قصة تنشر يوميا، صحيح، من قبل الوزارة، وهذا شخص غير مصاب بأي أعراض وعدى زوجته وطفليه. ف هذا السيناريو يتكرر دائما، يعني نشوفه دائما. يعني كان في تحذير ايضا من عبد العالي عندما قال ان في الايام الاخيره نلاحظ ارتفاعا قليلا في منحنى نمو العدوى، مما يدعونا الى الحذر اكثر دكتور. صحيح، وهو ارتفاع يعني ان شاء الله انه ما هو كبير. طبعا هناك ايضا مقوله اخرى من ناس كثيرين، ونحن الان في الموجه الثانيه من المرض. اعتقد ما زلنا في الموجه الاولى، يعني مصطلح الموجه الثانيه غير دقيق، لأنه ما زلنا في طور الموجة الأولى، ولا يمكن أن نقول أنه موجة ثانية إلا إذا انخفضت عدد الحالات بشكل كبير جدا، يعني حتى لامست الصفر أو قريب عليه، ومن ثم رجعت انتشرت مرة ثانية، هذه هي الموجة الثانية. لكن الآن ما زلنا في الموجة الأولى، وصلنا إلى القمة، بعدين دخلنا في مرحلة الاستقرار في الحالات، والآن نتمنى ونأمل أن تنخفض الحالات. نعم دكتور، أنت تحدثت عن الموجة الأولى ووصلنا إلى القمة، متى وصلنا هذه القمة دكتور؟ خلال الأسابيع الماضية؟ نعم الأسابيع الماضية، حتى الحالات لامست 5000 تقريبا، وهذا هو الرقم اللي اعتمدنا عليه، ومن ثم انخفضت. فهذه القمة كانت قبل حوالي أسبوعين تقريبا. طيب الموجة الأولى والثانية كما تحدثتون، هاي اللي هي مراحل الفيروس تقصد دكتور؟ عموما هذا المصطلح أخذ من الإنفلونزا الإسبانية قبل 100 عام. إيه؟ الموجة الأولى، هذيك الإنفلونزا مرت بثلاثة موجات، أولى وثانية وثالثة، من هنا تم استعارة المسمى معناته أن الحالات انخفض جدا أو تختفي، فيبدأ الناس بالخروج والعودة إلى يعني ممارسة أمورهم الطبيعية، ومن ثم يصير فيه ازدياد مرة ثانية. فهو هذا المقصد به، هو يعني عدم اختفاء الفيروس تماما، بل عودته إلى النشاط.
فهو ليس مرض جديد ولا يعني ولا يكون مثلا سببه تغير جيني في الفيروس او غيره، لا سببه عودة الناس الى ممارسة حياتهم بدعوى انه خلاص المرض انتهى، لكن ارجع ترتفع الحالات. فهذا هذا المقصود من الموجه. بما انك في جدة دكتور غسان، يعني كيف كيف الحالات الحرجة الان في مستشفيات جدة؟ هل لديكم معلومات عنها؟ ايوه عندي معلومات عنها، برضو كانت القمه قبل كذا اسبوع، كان وصلت عدد الحالات الحرجه الى عدد كبير، يعني حتى صار نسبه اشغال العنايه المركزه في منطقه جده قريبه على 90%، وضغط عليها حسب نعم الان حسب معلوماتي انخفض الى 50-60%، في تحسن كبير جدا في عدد الحالات الحرجه في جده، يعني لا شك في هذا الشيء نلمسه سواء في المستشفى اللي انا اعمل فيها او في بقيه المستشفيات في المحافظه نفسها. طيب انت تتحدث انه 90% كانت مشغوله العنايه المركزه، إيه؟ الان كم النسبه دكتور؟ حوالي أقل؟ 60%، نعم نزلت الى 60%. إيه؟ طيب نزلت نعم، طبعا نتمنى الشفاء لجميع المصابين بالتاكيد. دكتور، يعني هناك تجارب انتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا في الصين، هل لديك معلومات عن هذا اللقاح دكتور او قرات عنه دكتور؟ نعم قرأت عنه. الآن حاليا المعروف أن هناك حوالي 11 لقاح حول العالم اللي هي في المراحل الجادة، 2 منها من الصين، واللي سمعناه أنها اجتازت المرحلة الأولى والثانية. طبعا بس عشان نقول للناس المشاهدين، أي تطعيم حتى يعني يتم إنتاجه لازم يمر بثلاث مراحل. فالمرحلة الأولى يتم تجربته مثلا خلينا نقول على 150 شخص، المرحلة الثانية على 600 شخص، وبعدين المرحلة الأخيرة بالآلاف. ايضا في المراحل الاولى الفيروس يتم تجربه السيفتي او التاكد انه ما يمثل ضرر على الناس، ومن ثم في المراحل المتقدمه نبدا نشوف اذا هو فعال وهل يؤدي الى انتاج اجسام مضاده او لا. اللي اعرفه انه هذا اللقاح الصيني، وحتى هناك لقاح بريطاني وامريكي، اجتاز المرحله الاولى والثانيه، يعني هم اوريدي جربوه على مئات من الاشخاص خلينا نقول، لكن اللي فهمته انه هذه الشركه الصينيه تريد تجربه التطعيم خارج الصين، لانه الان ما عندهم حالات، فبيجربوه في دول فيها اوت بريكس او فيها تفشي زي البرازيل والدول اللي فيها حالات، فهم يعني الان يعني يقولوا انهم في المرحله الثالثه. يعني انت تحدثت عن نقطه مهمه دكتور، انت تقول المرحله الاولى والثانيه وهي ثلاث مراحل، يعني مع ذلك لم يتجاوز اي منها المرحله الثالثه وهي المتاخره والكبيره من التجارب السريريه دكتور. نعم هذه الثالثة تحتاج إلى شهور على حتى يتم الانتهاء منها، لأنه لازم تجربته على الناس، ومن ثم الانتظار حتى أنه الجسم يعني يفرز أجسام مضادة، ومن ثم نتأكد أنه هذا الشخص بعد ما أفرز الجسم المضاد حتى لو تعرض للفيروس ما يصير له شيء. فأنت لازم تحتاج أنك تمر بمرحلة طويلة جدا حتى تتأكد من فعاليته. فأي تطعيم لابد له من ثلاثة أشياء، أول شيء السلامة أنه لا غير مؤذي، ثاني شيء قادر على انتاج اجسام مضاده داخل الجسم، وثالث شيء وهو اهم شيء انه يحمي من المرض لو الشخص نفسه اتعرض له. نعم هذه هي. نعم كلام معنا من جد استشاري امراض المعدة الدكتور غسان يوسف ولي، شكرا جزيلا لك دكتور على هذا التوضيح وعلى هذا التفصيل ايضا.